أكثر الشباب بل أكثر الخلق ممن يعصون الله تعالى في جانب الشهوات في الغالب السبب اتباع الخواطر. شكاية الخواطر دي جاهزة طوالي، جات وساوس أي طوالي تذكر الموت تذكر القبر، تقطع الوساوس دي تنشغل عنها ما تتابع. مرات تجيك من الجامع وساوس من الجامع، تقعد تفكر لما تمرق برا، تفكر وتمش وتمش لحد ما تقع في المعصية. الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى ويسلم قلبه بالأسباب التي تقود إلى سلامة القلب من الدعاء ومن تلاوة القرآن ومن التفكر في الآخرة، كما قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى نقلا عن بعض السلف أن من الأسباب التي بها ينصلح القلب من قسوته دوام الفكرة في الآخرة. طوال راكب في المواصلات تفكر في الموت في القبر وإنه في ملائكة بتنزل عليك وإنه وإنه إلى آخره، فكر في الجنة في النار في القيامة، لكن تكون ماشي غافل وتجي الشهوات وتحضر في المسلسل، حضر المسلسل ومش داير ينوم يفكر في مشاهد شافه في المسلسل، يقعد في الشارع جاد بنات متبرجات شافن ويمشي يفكر. الخواطر دي بتؤذي الإنسان. طيب، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. هذين يقول لهم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. ده الشيطان بخاطب كل. طيب، قال وعلى هذا فالقرين هنا هو شيطانه، يختصمان عند الله، يختصمان عند الله. ما هو القرين في الآية في الآيات من سورة قاف؟ قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، إلى آخره. طيب، فده قول من أقوال أهل العلم أن القرين هو شيطان. في قول آخر وقال الطائفة أي من أهل العلم بل قرينه هاهنا هو الملك، الملك الذي وكل بكتب الحسنات والسيئات، وهما ملكان. وقال الطائفة بل قرينه هاهنا هو الملك، فيدعي عليه الزو صاحب معاصي يقف قدام الله سبحانه وتعالى على التفسير ده الثاني، بعدين يقول يا الله جل وعلا الملك ده ظلمني في حاجات مفروض كان يمهلني أتوب منها، كتبها سريع سريع والله قال كذي، قال فيدعي علي أنه زاد عليه فيما كتبه عليه وطغى، طغى يعني تجاوز الحد، فضل طغى يعني تجاوز الحد، يعني يقول للملك ده وشي في سيئات صغار كبرين كتبين كبار، وبعدين في حاجات كان ممكن يكون في إمهال للتوبة للتوبة هو طوالي كتبه. قال فيدعي علي أنه زاد عليه فيما كتبه عليه وطغى وأنه لم يفعل ذلك كله، المكتوب ده ما أنا قال ما فعلت كله في حاجات كتبوها زيادة كتبه الملك ده، وأنه أعجله بالكتابة عن التوبة ولم يمهله حتى يتوب. بعدين الملك بدافع برد، طبعا الملك هو الصادق، فيقول الملك ما زدت في الكتابة، ما زدت في الكتابة على ما عمل ولا أعجلته عن التوبة ولكن كان في ضلال بعيد. يعني هذا الذي
يدعي أني زدت عليه في أعماله السيئة أني كتبت زيادة وأني طغيت عليه أي زدت وتجاوزت الحد وأني أعجلته، هذا كذب، ولكن السبب أنه كان في ضلال بعيد فلم أظلمه، وإنما إذا فعل السيئة كتبتها. رب العزة والجلال قال وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، طائره ما يطير منه من الأعمال، من الأعمال الصالحة والأعمال السيئة. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ولكن كان في ضلال بعيد. شوف الضلال ده درجات. مرات الضلال عدم العلم، الضلال عدم العلم، ألا يكون الإنسان على علم، وهذا في بداية أمره يعذر. يعني إذا كان الإنسان جاهلا فوقع في معصية بجهله لا يعلم، هذا يعذر حتى يبين له. وهذا الضلال، هذا النوع، لا يذم فاعله أو لا يذم المتصف به ما دام أنه ساع في العلم وفي الخير وفي طلب الحق. كان رب العزة والجلال قال للرسول عليه الصلاة والسلام ووجدك ضالا فهدى، مش معناه كان منحرف، حاشاه صلى الله عليه وسلم، وإنما المقصود لم يكن يعرف طريق النبوة. مقصود بها ضالا أي لم يكن يعرف طريق النبوة فهداه الله لطريق النبوة، وإلا فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن ضالا الضلال المعروف يوما من الدهر. قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وهذا هو المقصود. وهناك ضلال على علم بسبب اتباع الهوى، يعرف أن هذا حرام وهذا حلال، وهذا طريق هلاك وهذا طريق نجاة، فيسلك طريق الهلاك بسبب اتباعه للهوى. قال الله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. عارف الحق وبرضه يضل، انت يعرف السبب شنو؟ الهوى. رب العزة والجلال قال فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وأعظم الضلال الشرك بالله سبحانه وتعالى، أعظم ضلال. هذه زول اللي بيشرب خمرة ضال، الزول اللي بيقتل ضال، لكن أبعد ضلال وأعظم ضلال الشرك بالله سبحانه وتعالى. يا رب العزة والجلال قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ضلال بعيد جدا، وده حاصل. واحد تلقاه سكران تقول لي أخطب، يقول لك الله يهدينا، الله غلطانين لكن الله يهدينا، ضلال لكن ضلال شنو؟ يعني ما بعد من المشرك، لأنه عارف نفسه غلطان. لكن تعال شوف زول معلق الحجاب يصلي معاك مرات في المسجد، تقول لا زول اقلع الحجاب، الشدة لا بينفع لا بضر. قال الله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. ولك
القرآن عندكم رأي فيه كمان؟ كلام الله عندكم فيه رأي؟ وده ما كلام الله، وده جوه سهوب وشعشع وكلام كثير، ده فيه اسماء بتاع شياطين شعشع ومين ومين، كلام طويل. احنا فتحنا بعض الحجبات وبعضها جابوها لنا من جهة الديوان، واحد اسمه فاروق جاب لها حجبات، فتحتها ورقة كاملة بلقى فيها شعشع بس كاملة وملفوفة، وهذه لقيته في الحصائص برضو في رواكيب كذي ورا منا وموقف طابت في الحصائص. أما الكبير لابس نظارات كبيرة، وبعدين جيتوا لقيته والله مشتري له طبل جديدة، طبل صغيرة جديدة كرت وفيها ثلاثة مفاتيح، يعني المفتاح الأصلي والإزبير اثنين خاتين، ومجلد الطبلة بجلد. قلت لها حاج دي أنا يعني لها طبلة، قلت لي ده حجاب شنو؟ قال لي ده كان عندك مشكلة تمشي للقاضي والزول المشكل معاك ومختلف معاك توقفه بجاي وانت بجاي وتذكر اسماء الناس، يعني القاضي اسمه محمد او الزول المخاصمك ده اسمه محمد، تقول محمد وتفتح وتكفله خلاص طبلته بعدين. قلت لها يا حاج دي بيز بيراتها ما تكذب يا دي بيز بيراتها، انت بتلعب على الناس ولا شنو؟ تاني عند واحد تاني قال ده حق رزق، قال ده هو بالنص كده، قال لي ده للتجار التاجر بس يخليه الحجاب ده معاه في دكانه ولا يخليه ماسكه، طب الرزق ده بيجيه كده بس والزباين بيجوا. يا اخي معقوله؟ أهانة وعدة لما تجي تناصحه بينبذك شايف نفسه على خير، وقول لك قرآن هما قرآن، ولو كان قرآن ابن مسعود قال لا يجوز رضي الله عنه تعليق التمائم وإن كانت من القرآن، وهكذا قال إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى، قالوا ولو من القرآن ما بجوز. ليه؟ لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه في مسند إمام أحمد وفي سلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من علق تميمة فقد أشرك. تميمة نكرة في اللغة العربية، وجاءت في صيغة الشرط من علق تميمة فقد أشرك، والنكرة في سياق الشرط أو النفي أو النهي تفيد العموم، كل تميمة وإن كانت من القرآن ما بجوز. وصحابة ما علقوا الرسول عليه الصلاة والسلام، صحابة حاربوا معه ما علق لهم الحجبات، هو الواحد يطعن وقدام النبي صلى الله عليه وسلم هل ما عنده شفقة بهم؟ عنده شفقة بهم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وبعد ده ما لبسوا الحجبات ولا لبس حجبات ولا القرآن نزلوا له كذي. رب العزة والجلال قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، ده مظهر من مظاهر الشرك. يقول لك لا ما شرك، انتم متشددين ساي يا اخي، ده شرك انت ما جايب خبر ساي، ده ضلال بعيد انت ما جايب له خبر، لانه انت بقيت بعيد جدا ما جايب خبر. نزول قلع الحجاب تقول لا اضربك ببندقيه، يقول لك لا 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 البس الحجاب، تقول لا اضربك يقول لك اضرب. اها معناه هو معتمد على منه؟ ان قلت معتمد على الله ده كذب واضح، لأنه الزول ده بيقلع الحجاب تقول لي أضربك يقول لك لا 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 البس الحجاب، تقول لي أضربك يقول لك أضرب، بنفضة كذي الطلق دي بنفضة، بقى هو معتمد على منه؟ معتمد على حجابه. ده زول بيصلي في الصلاة بيقول إياك نعبد وإياك نستعين، يعاهد الله في الصلاة إياك نعبد وإياك نستعين، وهذه صيغة من صيغ القصر أو الحصر والاختصاص، وهي تقديم المعمول على العامل، درسوها للناس في الثانوي، يعني قدم المعمول على العامل إياك نعبد
وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك. مرقة من الجامع يعتر، يا فلان الحقنا، أنت بتستعين بلي؟ أنت ما قلت لا الله ما بستعين إلا بك أنت سبحانه وتعالى، تقول لا ده شرك. رب العزة والجلال قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. قال ده شرك، ولا ينبئك مثل خبير. يقول لك لا ما شرك، هذا ما ضال. زول يقول له القرآن ده ما ضال، يخالف القرآن، ده ضلال بعيد جدا، وده بشاكلك تاع الخمرة. بقول لك الله يهدينا، ده ما بقول لك الله يهدينا، بقول لك انت وهابي وانت بتكره الأولياء وانت وإلى آخره. ولا في وهابي لا في زول عليه حق بكره الأولياء ولا كذا، لكن مشكلة الكلام يطول. طيب شغل ده صبره شوية شوية. طيب قال فيقول الرب تعالى لا تختصموا لدي، لا تختصموا لدي. وقد أخبر سبحانه عن اختصام الكفار، عن اختصام الكفار والشياطين بين يديه في سورتي الصافات والأعراف، وأخبر عن اختصام الناس بين يديه سبحانه في سورة الزمر، وأخبر عن اختصام أهل النار فيها في سورة الشعراء وسورة صاد. من تقرأ القرآن تلقى خصومات كثيرة بتحصل يوم القيامة، يتلقى في سورة سبأ قال الله تعالى وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. عليك الله يسمع الآيات. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم، شكلها بتحصل يوم القيامة، ورب العزة والجلال جاب لك في القرآن وانت بتقرأ أمرك منا في الدنيا دي أمرك بعيد بعيد. قال ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا أي الأتباع للذين استكبروا أي القادة لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. انتوا كان ما مجرمين ما كان تابعتونا أصلاً، أنا شغلة دي كلنا مجارمة فأغويناكم إنا كنا غاوين، كلنا مجارمة كنا وضالين وعلى ضلال وكنا في ضلال عظيم. قال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار، بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. في سورة سبأ، وتلقى هناك في سورة غافر وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من العذاب. وتلقى هناك في سورة إبراهيم وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. والله العبارات دي مخيفة يا ناس، لا ناس يزول
الطفل لما نجي أبوه داري جلده بيسكت، بعد شوية مما يشوف الصوت بيبكي، لما نبكي أبوه بيحن له شوية. هنا قال لك سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. والله كلام خطير جدا. وبعدين رب العزة والجلال قال في سورة البقرة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا ديل الكبار من الذين اتبعوا صغار ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا صغار لو أن لنا كرة يرجع إلى الدنيا فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يلا نشوف الآيات هنا. قال لا تختصم، فيقول الرب تعالى لا تختصموا لدي، وقد أخبر سبحانه عن اختصام الكفار والشياطين بين يديه في سورتي الصافات والأعراف. الكلام ده واضح تلقى في الصافات وفي الأعراف. في الصافات من قوله تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. هناك في الأعراف قال الله تعالى قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الإنس والجن في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم إلى آخر الآيات قالت أخراهم لأولاهم تلقى خصومة بيناتهم. أيوة. وأخبر عن اختصام الناس بين يديه سبحانه في سورة الزمر قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وأخبر عن اختصام أهل النار فيها في سورة الشعراء وسورة صاد. في الشعراء وأزلفت الجنة للمتقين بعد أن ذكر الله قصة إبراهيم عليه السلام. أصل سورة الشعراء بدت بعد ذلك ذكرت قصة موسى عليه السلام مع فرعون ثم ذكر الله قصة إبراهيم عليه السلام واتلوا عليهم نبأ إبراهيم ذكر القصة إلى أن قال وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها شنو يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم رب العالمين. والله كلام عجيب. القرآن ده واضح جدا. شو النازل بيحلفوا بالله تالله إن كنا لفي ضلال مبين الضلال شنو إذ نسويكم برب العالمين. والنازل ما قالوا في الدنيا ديل زي رب العالمين لا ما قالوا كده لكن بعض الصفات الدوالي لمعبوداته بعض صفات الله سبحانه وتعالى نسبوها إلى معبوداتهم التي عبدت بالباطل. الله بيعلم الغيب
غير الله برضو بيعلم الغيب. شكي الحاجة الرايحة يمشوا لغير الله، شوف لنا الرايحة وكجر لنا واعمل لنا. الله بيدي الجنة وغير الله بيدي الجنة. الله نحلف ذيه سبحانه وتعالى وغير الله نحلف ذيه. رب العزة والجلال الله ننادي في الشدائد وغير الله ننادي في الشدائد. إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. شوف الناس دي وصفوا قادتهم بأنهم شنو من المجرمين. وما أضلنا إلا المجرمون، في الدنيا ما كان يرضى فيه كلمة. شكلي هناك في سورة فصلت، وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. وهناك في سورة صاد هنا ما ذكر، في سورة صاد برضو، وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. في تفسير ابن كثير قال هذا أبو جهل يقول أين بلال، شايف بلال في الدنيا من الأشرار، ويتفاجأ يوم القيامة الله يدخل سبحانه وتعالى يدخل بلالنا الجنة ويدخل أبا جهل شنو النار. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، الله نازل كنا شايفينهم من الأشرار، أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. دي كلها خصومات جاب كل كلام ذا، لو الناس واصلت في طول الكلام نمشي لقدام. قال ثم أخبر سبحانه أنه لا يبدل القول لديه. وهنا ابن القيم رحمه الله ذكر قولين في تفسير هذا الكلام، قال ثم أخبر سبحانه أنه لا يبدل القول لديه، فقيل المراد بذلك قوله لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، يعني الكلام ده الله ما بغيره سبحانه وتعالى. قال ووعده لأهل الإيمان بالجنة، وأن هذا لا يبدل ولا يخلف. قال ابن عباس يريد ما لوعدي خلف لأهل طاعتي ولا لأهل معصيتي. قال مجاهد قد قضيت ما أنا قاض، ما يبدل القول لدي أي قد قضيت ما أنا قاض. قال ابن القيم وهذا أصح القولين في الآية، وفيها قول آخر أن المعنى ما يغير القول عندي بالكذب والتلبيس كما يغير عند الملوك والحكام. ما يبدل القول لدي، لأنه في ناس بيدخلوا عليه بعض الحكام والملوك والقضاة بعدين بيغيروا الحقائق، كذبوا في الخصومات ولكم القيامة ما يبدل القول لدي، لكمال علمه سبحانه وتعالى. قال فيكون المراد بالقول قول المختصمين أو المختصمين في هذه الآيات، الرجل وقرينه، وهو اختيار الفراء وابن قتيبة، ده قول آخر. طيب قال الفراء المعنى ما يكذب عندي، ما يكذب عندي لعلمي بالغيب. وقال ابن قتيبة أي ما يحرف القول عندي ولا يزاد فيه ولا ينقص منه. قال لأنه قال القول لدي ولم يقل قولي، وهذا كما يقال لا يكذب عندي. لكن الزول لو عاين في القرآن بيلقى المعنيين ديل صحيحات. وشي رب العزة والجلال لا يبدل قوله سبحانه وتعالى، فإذا وعد لا يخلف الميعاد. ثانيا في الحكم بين المتخاصمين أو المتخاصمين لا يخدع سبحانه وتعالى، ولا يستطيع أحد تغيير الحقيقة يوم القيامة،
يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. بعد رب العزة والجلال قال يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. والله ناس بتاع الحجج في الدنيا، والله ما عملته ويحلف بكورك. قال الشغلة دي بعدين بتنجيه، ده قال الحجج بعدين بتنجيك لو ما كانت صادقة وصحيحة. وآيات كثيرة، لأن الشهادة يوم القيامة ما شهادة فرد، ملائكة بيشهدوا، أنبياء بيشهدوا، الأرض بتشهد، الجوارح ذاتها بتشهد، ورب العزة والجلال يشهد. هاتاني وين؟ يوم يبعثهم الله جميعا في الآية الأخرى فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. وقال تعالى في سورة الطارق قال والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. وذكر إلى أن قال يوم تبلى السرائر، تبلى السرائر. إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى شنو؟ السرائر. وقال تعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية في سورة الحاقة. طيب قال فعلى القول الأول يكون قوله وما أنا بظلام للعبيد من تمام قوله ما يبدل القول لدي في المعنى، أي ما قلت ووعدت به لا بد من فعله، ومع هذا فهو عدل لا ظلم فيه ولا جور. ما في ناس بيقول لك أنا كلامي بمشيو، بيقول لك أنا كلامي ده بمشيو، حتى لو عرف إنه كلامه غلط برضو شنو بمشيو، بس يقول لك أنا بمشيو بس كده بس كده. هو رب العزة والجلال قال لك ما يبدل القول لدي، وعشان ما تقول وبمشي الكلام زاي عدل ولا ظلم، قال وما أنا بظلام للعبيد، يعني أنا كلامي عدل وحق وما بيتغير ولا ظلم فيه لأحد. قال وعلى الثاني يكون قد وصف نفسه بأمرين، أحدهما أن كمال علمه واطلاعه يمنع من تبديل القول بين يديه وترويج الباطل عليه، لأنه كامل العلم سبحانه وتعالى، فلا يبدل القول لديه بحجج المحتجين بالباطل. والثاني أن كمال عدله وغناه يمنع من ظلمه لعبيده، بمعنى وما أنا بظلام للعبيد. بعد ذلك قال ثم أخبر عن سعة جهنم، جهنم واسعة جدا وعظيمة الخلق، لو تركت لأهل المحشر المحشر لابتلعتهم ولا أخذتهم، لكن الله تعالى ينجي أقواما ويهلك آخرين. شكرا رب العزة والجلال قال يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، هل من مزيد. حديث في صحيح مسلم، صحابة كانوا جالسين مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعوا وجبة، والوجبة صوت شيء قد سقط، فقال أتدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر قذف في جهنم، أي من شفير جهنم، فما زال يغوص فيها منذ 70 سنة بلغ اليوم قعرها. يعني الحجر يخطه فوق
مسافة صل تحت قعرة 70 سنة، ده خلق عظيم جدا. وقال ترمي بشرر كالقصر، شرار قال لك زي القصر. طيب قال ثم أخبر عن ساعة جهنم وأنها كلما ألقي فيها وتقول هل من مزيد، وأخطأ من قال إن ذلك للنفي. في ناس عندهم تفاسير بعيدة مرة واحدة. قال السؤال هل من مزيد، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، قال هذا للنفي، يعني ما يعني ليس هناك مجال للزيادة، ده تفسير خاطئ. قال وأخطأ من قال إن ذلك للنفي، إن ذلك للنفي أي ليس فيه مزيد. قال والحديث الصحيح يرد هذا التأويل، هذا التأويل الذي حرف به المعنى. الحديث الصحيح في البخاري ومسلم هنا في التحقيق ذكره عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول قط قط، وهذا لفظ البخاري. لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول قط قط، وهذا لفظ البخاري، ده لفظ البخاري. طيب بعد تكلم عن جهنم وعن النار قال ثم أخبر عن تقريب الجنة من المتقين وأن أهلها هم الذين اتصفوا بهذه الصفات الأربع. الله دي أربع صفات انت حاول اتصف بها. إحداها أن يكون أوابا، ما قال وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. أسمعوا الصفات دي يا جماعة، الناس تحاول تتصف بها. إحداها أن يكون أوابا أي رجاعا إلى الله من معصيته إلى طاعته ومن الغفلة عنه إلى ذكره. لو في معصية ترجع للطاعة، الأواب، أواب رجاع يعني كثير الأوبة على صيغة فعال. طيب ومن الغفلة عنه إلى ذكره، في ناس في غفلة وذيل أكثر الخلق من الناس، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. الناس غفلة ثقيلة، خش الصلاة دي شوف الحاصل، شوف خش الصلاة بتاعت الأعراس والمناسبات دي شوف الناس دي في غفلة كيف، إلا من رحم الله. خش الأنبياء زول يمسك ميكروفون وأورجانات شغالة والناس ترقوا ويدفعوا قروش يخشوا مساكين ما يصدقوا عليهم، غفلة عجيبة جدا. يعني لو ملك الموت جاء في الحفلة ترضى تقابل الله كذي؟ خش البيوت شوف المسلسلات، تقول لهم الشيء ده ما بجوز، بيقربوا يطرشوا. يا أخي معقولة المسلسلات حرام؟ معقولة الشيء ده بيجي؟ كيف ما بيجي؟ والله قال له خذ بصرك في السودان، تعال لناس مصر سوريا وغيره، خليها ساية الشغلة دي موضوع طويل جدا، ولا كيف يا ناس؟ طيب قال قال عبيد ابن عمير، والله كلام عجيب الناس دي. يعني انا بستغرب بغالته في حاجات، بيقول لك الغونة ما فيه شيء، شايل لك كتابين ولا كتاب ويجي يقول لك الغونة ما فيه. والله قالوا ابن حزم جوزوا، ابن حزم جوز الغنى، أئمة الأربع حرموا، والقرآن حرم، ومن الناس من يشتري له الحديث
إلى آخر الآية. أرجع تفسير ابن كثير وأرجع تفسير الطبري عند قوله تعالى مخاطبا الشيطان ذيك الآية 6 رقمان، والآية 64 من سورة الإسراء خاطب الله الشيطان فقال واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد يعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرور. أرجع تفسير الطبري عن مجاهد عن ابن عباس وابن مسعود صوت الشيطان هو الغناء وكل كلام يدعو إلى معصية فاحشة أو فاحشة. وأرجع تفسير قول الله تعالى من سورة النجم أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. السمود عند أهل حمير الغناء يقال اسمدي لنا يا جاري غني لنا، وأحاديث في البخاري معلقا بصيغة الجزم قال النبي صلى الله عليه وسلم ليكونن من أمتي أقوام يستحلون معناه حرام طلب حله يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. بعدين ابن حزم لو سلمنا جدلا ناخذ بكلام ابن حزم، ابن حزم قال لك الغنى بتاعنا ده قال لك ده هو الحلال، وابن حزم الشعر عنده حرام وعنده حلال، القول الصحيح فيه الغنى بتاعنا ده حلال كلام ده جامع خليها ساي ولا كيف يا جماعه ده مو جامع ما بدا الناس تذكر امثله، لكن انا سامعينها في البص سامعينها في الشوارع وفي غيره مصايب ثقيله ده ناس ده عاقل عليك الله بقول لك حلال فنان ذا تجره بجنب بقول له الله يسالك الشيده كيف الله يقول لك الله يهدينا ما عارفه ما لخبط عارفه حرام وغالتك اي فنان غالتك اي جيب له ناس مستقيمين جلاليب وحمم وكذا علامة وخدتهم قدامه وجيب له نسوان مرتديات الزي الشرعي خدتين ورا وقول له يلا هاك غني كان ما غلبته ولك غني كيف أمامك قاعدين والناس مستقيمين والنساوين لابسات لبس ساترات كله ما عارفين ماشات ولا جايات بيقولوا كذي هون أها دين غني كيف وداير يغني ويوصف المجرم وقف المركب داير يغرقهم معاه وقف المركب خلي الشباب يركب مودين وين انت الشباب مودين وين مصايب ثقيله جدا شغاله في البلد دي. اي فنان يدعو الى شر اي فنان جيب لي فنان واحد بس قال وحدوا الله ما تنادوا الاموات خلوا عقيدتكم تمام صلوا في الجوامع ما تختلطوا بالنساء غنية زيدي لاقتك غنية زيدي ما في كل لاقيته باللفة والألم اللي علي خفة ألم شنو ذاته ولفة بتاعت شنو تلافين به وين. طيب قال ثم أخبر عن تقريب الجنة من المتقين وأن أهلا هم الذين اتصفوا بهذه الصفات الأربع. طيب إحداها أن يكون أوابا أي رجاعا إلى الله من معصيته إلى طاعته ومن الغفلة عنه إلى ذكره. قال عبيد بن عمير الأواب الذي يتذكر ذنوبه ثم يستغفر منها حاسب نفسه ذكر الذنوب ويستغفر منها. وقال مجاهد هو الذي إذا ذكر ذنبه في الخلاء استغفر منه يذكر ذنبه وبراه يستغفر لله سبحانه وتعالى. وقال سعيد بن المسيب هو الذي يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب أي كلما أذنب تاب إلى الله سبحانه وتعالى. الثانية الصفة الثانية الأولى الأواب أن يكون أوابا. الصفة الثانية أن يكون حفيظا لكل أواب حفيظ. طيب قال ابن عباس لما أتمنه الله عليه وافترضه ما حفيظ أي لما أتمنه الله عليه وافترضه افترض عليه أشياء فيكون حفيظا على هذه الأشياء
واعتمنه الله على أشياء فيكون حفيظا. شكي السعدي رحمه الله قال في قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال عزيب. قال السعدي رحمه الله في قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه الأمانة أمانة الدين، قال السعدي رحمه الله، انقسم الناس فيها إلى أقسام، وهي ثلاثة أقسام: منهم من قام بها ظاهرا وباطنا، أمانة الدين، وهؤلاء هم المؤمنون، قاموا بهذه الأمانة ظاهرا وباطنا، ومنهم من ضيعها ظاهرا وباطنا، وهم الكفار والمشركون، ومنهم من أقامها ظاهرا وضيعها باطنا وهم المنافقون. قال: لذلك ذكر الله هذه الأقسام في نهاية السورة ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. قال: ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وأولئك الذين قاموا بهذه الأمانة، وختم السورة بقوله: وكان الله غفورا رحيما، لأن هؤلاء الذين قاموا بهذه الأمانة هم المؤمنون، لا يخلون من بعض التقصير. لذلك قال: وكان الله غفورا رحيما. أنت تقوم بالأمانة دي؟ طيب. وقال قتادة: حافظ لما استودعه الله من حقه ونعمته. يعني رب العزة والجلال أودع عنده أشياء أمنه لها من النعم وأمره بشكر هذه النعم، كنعمة الصحة وكنعمة السمع والبصر إلى آخره. وأمره بالقيام بحقه، حقه سبحانه وتعالى من عبادته وحده لا شريك له، فأمره بأن يكون حفيظا على حق الله، لا يعبد غيره وإنما يعبده سبحانه وتعالى، ويكون حفيظا على هذه النعم فيستخدم أذنه في طاعة الله لا في معصية الله، ويستخدم بصره في طاعة الله لا في معصية الله، يحفظ هذه الجوارح وهذه النعم من أن يقوم بها في معصية الله سبحانه وتعالى. قال، شوف بعد ابن القيم هنا ذكر فائدة عجيبة جدا في قوله: أواب حفيظ. قال: ولما كانت النفس، أي نفس؟ أي واحد فينا عنده نفس؟ الله قال لك النفس دي عندها قوتان. ولما كانت النفس لها قوتان: قوة الطلب وقوة الإمساك. زي السلع العربية، سيارة يعني عربية، بعدين بتدورها اشتغلت، عندها قوة تمشي، دي قوة الطلب، ومرات تربط فيها حاجة ورا الجرة، وعندها قوة إمساك، عندها شنو؟ فرامل بتثبت. العربية لو ما عندها قوة طلب ما بتمشي، بتكون قاعدة، ولما تقعد كثير الشمس بتضرب اللساتك والشغلة بتجود تدعب، ولو ما عندها إمساك فرامل في الأسطوب والعربات قدام تعمل لك مشاكل طويلة جدا. عربية ما فيها فرامل هسه تسوقها إلا مضطر، وتكون عليه حذر. النفس دي برضو عندها قوة طلب وقوة إمساك،
تطلب الطاعة تبقى أواب، وتمسك عن المعصية تبقى حفيظ. بس ده باختصار. قال لها قوتان، قوة الطلب وقوة الإمساك. قال ولما كانت النفس لها قوتان، قوة الطلب وقوة الإمساك، كان الأواب مستعملا لقوة الطلب في رجوعه إلى الله ومرضاته وطاعته، والحفيظ مستعملا، أي وكان الحفيظ مستعملا لقوة الحفظ في الإمساك عن معاصيه ونواهيه، عن معاصي الله ونواهيه. فالحفيظ الممسك نفسه عما حرم عليه، والأواب المقبل على الله بطاعته. مش واضحة جدا يا جماعة؟ واضحة. طيب نعيد. طيب قال ولما كانت النفس لها قوتان، قوة الطلب وقوة الإمساك. انت ما ماشي لي الله سبحانه وتعالى، دائر حسنات تطلب الكلام، تمشي حسنات، وده الأواب، وخايف من السيئات لأنها بتهلك. لما تجد سيئة تمسك، ما تمشي لي قدام، شيطان يدعوك للسيئة تقيف، ما تمشي لي قدام، تمسك، فتمسك جوارحك عن معصية الله سبحانه وتعالى. قال كان الأواب، قوة الطلب وقوة الإمساك، كان الأواب مستعملا لقوة الطلب في رجوعه إلى الله ومرضاته وطاعته، والحفيظ مستعملا لقوة الحفظ في الإمساك عن معاصيه ونواهيه. فالحفيظ الممسك نفسه عما حرم عليه، والأواب المقبل على الله بطاعته. طيب نمش في الصفات الثالثة، الصفة الثالثة من صفات المتقين في هذه السورة، وهم أهل الجنة. قال الثالثة قوله من خشي الرحمن بالغيب، من خشي الرحمن بالغيب، يتضمن الإقرار بوجوده وربوبيته وقدرته وعلمه واطلاعه على تفاصيل أحوال العبد، ويتضمن الإقرار بكتبه ورسله وأمره ونهيه، ويتضمن الإقرار بوعده ووعيده ولقائه. فلا تصح خشية الرحمن بالغيب إلا بعد هذا كله. يعني أنت ما بتخشى الله إلا إنك أول شيء مؤمن إنه الله فيه بالدارج كذا، الله فيه، يعني أن الله في الوجود، بخلاف الذين ينفون وجود الله سبحانه وتعالى. أنت مؤمن أن الله في الوجود واحد، ومؤمن أن الله رب. لماذا ذكر الربوبية؟ لأن الرب المالك المدبر الخالق له أن يأمر وله أن ينهى، وله أن يعاقب وله أن يثيب. فإذا آمنت بأنه الرب وتؤمن بقدرته، ما أنت بتخاف منه كيف؟ أنت مؤمن إنه قادر ينتقم منك، تؤمن بالقدرة، وتؤمن بعلمه واطلاعه أنه مطلع عليك، عالم بحالك، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. طيب وتؤمن بكتبه، لأنه الكلام أنت عرفت الله من الكتب، ورسله دلوك على الله سبحانه وتعالى، وأمره ونهيه، ده حلال ده حرام ده كذي ده واجب ده مستحب إلى آخره. ويتضمن الإقرار بوعده ووعيده، تبتخاف من الله ليه؟ لأنه وعدك بالخير لما تعمل الخير، ووعدك بالعقاب إذا عملت شنو؟ الشر. وتؤمن بلقائه، نبتلاقيه، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. فلا تصح خشية الرحمن بالغيب إلا بعد هذا كله. كما آمنت بالأشياء دي ما بتخاف الله سبحانه وتعالى.
شكي رب العزة والجلال قال ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. لو استحضروا ليوم عظيم يوم يقوم الناس شنو لرب العالمين، لو استحضروا اليوم ده وأنهم يقفون بين يدي الله تعالى لما طففوا في المكيال والميزان كذي تعظم الله. وبالغيب انت ما شفت الله ولا شفت النار ولا شفت الجنة، لكن تخاف الله سبحانه وتعالى. ونحن والله نؤمن بوجود الله أكثر من إيماننا بوجودنا نحن، لأن وجود الله بين وكل شيء يدل على وجوده سبحانه وتعالى. ولا نقول كما يقول الحلولية وجود الله حق ووجودنا باطل، وجود الله حقيقة ووجودنا مجازا، بل وجودنا في الحقيقة وجود الله حق. طيب الرابع الصفة الرابعة قوله وجاء بقلب منيب. قال ابن عباس راجع المنيب، والقلب المنيب راجع عن معاصي الله مقبل على طاعة الله. شكي ابن عثيمين قال في فرق بين الإنابة والتوبة، قال الإنابة أشمل من التوبة. توبة تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، زول واقع في معصية تاب، ندم وأقلع عن الذنب وعزم على أن لا يعود إليه إلى آخره، تاب. المنيب تاب وبقى يعمل الطاعة، منيب راجع إلى الله سبحانه. قال وحقيقة الإنابة عكوف القلب على طاعة الله ومحبته والإقبال عليه، دي صفة عجيبة. وحقيقة الإنابة عكوف القلب، عكوف الاعتكاف، اعتكاف وأنتم عاكفون في المساجد يعني ملازمون للمساجد، قلب عاكف يعني ملازم. عكوف القلب على طاعة الله ومحبته والإقبال عليه. بعدين الإنابة دي عندها أسباب كثيرة، يعني أنت بترجع لله سبحانه وتعالى لو داير بك خير أسباب كثيرة برجعك. مرات زول يوعظك موعظة ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، مرات ماشي في الطريق وأنت غافل تشوف لك حادث قدامك، زول يموت قدامك كذي كر روح وتمر طوالي تندم ترجع تعمل خط رجعة من الغفلة وتقبل على الله سبحانه وتعالى. مرات النعم الله يديك نعم استحضر النعم دي تنكسر لله وتستحي ترجع. مرات رؤية منامية بس غافل ينوم بس يحلم بالقبر وعذاب وشغلة مسخنة جوا وفيها ضرب، يقول اوه والله الشغلة دي بس الله يصحينا من النوم دي. يصحى طوالي مش شنو عديل. شكي ابن الجوزي رحمه الله ذكر في صفة الصفوة أن رجلا يقال له عبد الواحد بن زيد قال ركبنا البحر، ركبوا سفينة ومشوا في البحر. شوف الله لو داري يتوب عليك بيتوب عليك وبيسر لك أسباب التوبة. قال ركبنا البحر، قال وفيما ونحن قال فيما نحن ذاهبون في البحر إذ ضللنا الطريق. البحر ذاته ما بتمشي بطريق بجهة معينة، قال ضلينا ذاته ما عرفنا ماشيين وين. قال فأتينا على جزيرة، قصة دي ذكرها ابن الجوزي في صفة الصفوة. قال فأتينا على جزيرة، صفة الصفوة كتاب جميل جدا في السير، لكن عنده فيه بعض الأخطاء وبعض الطوام يجب التحذير منها في موضعها، عفى الله عن ابن الجوزي.
المهم قال فأتينا على جزيرة فإذا فيها رجل، الجزيرة كلها فيها رجل بس لاقيناه. قال وأمامه قبر يتعبد لهذا القبر، وأمامه عفوا صنم يتعبد له. قال كذا ابن الجوزي، يعني قدامه صنم وبعدين بيتعبد للصنم ده. زمن تم ولا شيء؟ 3 دقائق بيتم ان شاء الله. قال فنزلنا فقلت له يا هذا ما هذا؟ قال هذا معبودي قاعد في الجزيرة في نص البحر يعبد في صنم. شوف الزول ده عليه. قال له ما هذا؟ قال هذا معبودي. قال معنا في السفينة من يصنع مثله، يعني عندنا ناس هنا معلمين. قال لا سيسوي لك واحد زيه، كيف يكون معبود؟ سيسوي لك واحد زيه. قال هذا معبودي، ماذا تعبدون أنتم؟ قالوا نعبد الله، نعبد الله. ثم ذكروا بعض عظمة الله سبحانه وتعالى من مخلوقاته، البحر والعرش والسماء إلى آخره. بعدين الكلام عجب الرجل، قال هل رأيتموه؟ قالوا لا. قال وكيف عرفتموه؟ قالوا، قال عبد الواحد قلنا له أرسل إلينا رسولا. فقال الرجل وأين الرسول؟ قال قلنا مات. قال هل عهد إليكم بشيء؟ قال قلنا نعم بكتاب، كتاب قرآن فيه حق. قال أين هو؟ فأتي بالمصحف فأخذ رجل يقرأ والرجل يبكي. بيعبد في الصنم ده يسمع في الآيات، ما الآيات عظيمة. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. فأخذ يبكي، قال أريد أن أكون معكم، أنا داير أبقى معاكم. قال أخلي صنمي ده وأعبد، لأن الكلام ده ما كلام بشر. قال قالوا تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتترك هذا الصنم؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال خذوني معكم. والله قالوا الجزيرة دي قاعد مع الصنم ده، خليته أنا ذات أرحب سوقوني معكم. قال ركبنا. قال فأتينا فركبنا السفينة. قال فجاء الليل فتعشينا ثم صلينا العشاء، وبعد صلاة العشاء وضعت الوسائد. قال جدعوا المخدات وقالوا يلا نوموا. فقال الرجل يا قوم إلهكم الذي دللتموني عليه ينام؟ التعناز قال لهم أنا جيت معاكم أسلمت. أها المعبود اللي بتعبدوه بنام ينام؟ قالوا لا. قال بئس العبيد أنتم، تنامون وربكم لا ينام؟ قال لهم يا ناس ما عندكم حاجة تسألوا الله؟ أنا جديد. قال لهم كنتم بنوم أنتم المنومكم شنو؟ قال لهم. قال عبد الواحد فتعجبنا منه، صلى الليل كله حتى جاء الفجر. قال فلما أصبحنا أتينا على منطقة يقال لها عبادان. قال فنزلنا فقال الآن أفارقكم، أفارقكم. قال لهم والله توكد بتنوموا بالليل، أنا عرفت الدرب لكن بعد ده تاني ما دار صاحبكم ماشي براي، عرفت الطريق ده تاني ما برجع منه، ده طريق سمح ما جرب الصلاة بالليل عندها طعام. فقال عبد الواحد لبعض القوم اجمعوا له مالا، الرجل أسلم حديثا، جمعوا له قروش، جمعوا له قروش. مجسل بيسلم بيجي الجامع، واحد في البلد بتاع كارة ده بيسلم كل أسبوعين، قدر ما يفلس بيجي بخش الجامع بيسلم، ادو قروش تاني مش يجي أسلمت. أها جماعة الحاصل شنو؟ يجي طوال في رمضان ما بعرفه بكون كيف، لكن وقت في الأيام العادية دي قاعد يسلم كم مرة. المهم الزول قال لهم جمعوا له قروش، جمعوا له قروش.
ادوا القروش قالوا خذ هذا خلاص جينا نختم. فقال ما هذا؟ قالوا ترتزق به هكذا يا زول تشيل تشتري اكل وكذي. قال عجبا لكم، وقال لا اله الا الله، والله دللتموني على من لا تعرفوه، بينما كنت اعبد صنما واعبد غيره في جزيرة لا يعرفني أحد من الناس كان يرزقني، أفإن عرفته يتركني انصرفوا. قال لهم شيلوا قروشكم وامشوا. قال والله لا ننصرف. قال فمرض الرجل، عبد الواحد قال ما بخليه بقى ملازم. قال فمرض الرجل فنمت، فرأيت فيما يرى النائم خيمة فدخلتها، فرأيت فيها امرأة حسناء ما رأيت مثلها في الدنيا في النوم. فقالت يا عبد الواحد عجل بالرجل عجل بالرجل. قال فلما استيقظت إذا بنفسه تقعقع فتشهد ثم مات، خلاص مات يعني. قال فغسلناه وكفناه ثم دفناه. قال فأتيت فنمت فرأيت الرجل مع المرأة وهما يضحكان في الخيمة، وسمعت منادي يقول والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فذكر القصة دي ابن الجوزي رحمه الله، وفيها فوائد، منها أن الذي يريد الله هدايته يوفق له أسباب الهداية. يقول في جزيرة وبعد قاد الله له سفينة كاملة ظلت حتى كانت سببا في هدايتها. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وياخذ